رمضان توم يجمعنا على الخير، واللمة الحلوة تحلى أكثر في المجلس بأجواءها الخاصة اللي تعبر عن تراثنا وكرم ضيافتنا. هذه المخدة مصممة على طراز الفن العربي، تعطي المجلس لمسة مميزة. وهذا الكرسي بألوان الهادية المستلهم من الأرض بيضيف نظرة مختلفة للمكان. وهذا الإبريق الشفاف مثالي لتقديم المشروبات المنعشة على الإفطار. وطبعاً ما ننسى الشموع بضوءها الدافي الخافت، تعكس حلاوة الأجواء الرمضانية. وأحلى شيء لما نتجمع ونجلس على طقم الكنب المريح اللي أقدر أرتبه على ذوقي علشان يناسب لمتنا الكبيرة. هذه طريقتي الخاصة لتصميم مجلس مميز تحلى أكثر مع اللمة الكبيرة والقعدة الحلوة.